كان الطريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مسكونة بالمشاق والأخطار، محفوفة بمطاردة مشركي قريش وتعقبهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت خيمتها على تلك الطريق محطة هامة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، فوجدا فيها حسن الاستقبال وصدق الترحاب، إلا أن التاريخ قرأ في عيني صاحبة الخيمة أجمل وأدق وصف عرف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه به من سائر من وصفه من الرجال. إنها أم معبد البدوية التي أعطت دروسا في دقة الوصف وبلاغة الرؤية، والتي تشرفت خيمتها بمرور رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضحت معلما من معالم الهجرة ومحطة من محطات التاريخ. هي عاتكة بنت خالد بن خليف بن كعب بن خزاعة، وزوجها هو ابن عمها تميم بن عبد العزى الخزاعي. اشتهرا بكنيتيهما فعرفت هي باسم أم معبد وزوجها بأبي معبد. كانت أم معبد تسكن قديدا، وهي موضع قرب مكة جهة المدينة. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريقهما للهجرة سحر يوم الاثنين لأربع ليال من شهر ربيع الأول، بعد أن خرجا من غار ثور الذي اختبأ فيه جنوبي مكة، وبعد أن اطمأنا إلى أن قريشا لن تتبعهما، طالعتهما عن بعد خيمة رابضة فوق الرمال الملتهبة نصبها أهلها على طريق الركبان لاستضافتهم والعيش على ما يقدمونه من أعطيات. كانت تلك خيمة أم معبد التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب كان يضم إلى جانب أبي بكر مولاه عامر بن فهيرة، ودليل الطريق عبد الله بن أريقط. كانت أم معبد امرأة جليلة مسنة جليدة قوية تجلس بفناء الخيمة فتطعم من يمر بها، فسألوها هل عندك لحم أو لبن يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، بل قالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي كنا كفيناكم حق الضيف، وإن القوم مرملون مسنتون، أي أصابتهم السنة الجدباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في جانب الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي منعها الهزال عن اللحاق بالغنم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من لبن؟ فقالت: هي أضعف من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت أم معبد: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسها وذكر اسم الله ومسح ضرعها، ثم دعا بإناء لها يشبع رهطا كاملا فحلب فيه حتى ملأه، فسقى أم معبد وسقى أصحابه رضي الله عنهم، حتى إذا رووا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم حلب في الإناء الكبير ثانية وتركه عندها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. ومضى الموكب النبوي الشريف يغذ السير في طريق الهجرة. وعندما عاد أبو معبد عشاء بغنمه العجاف الهزال من المرعى، ورأى اللبن عند أم معبد يملأ قدرا كبيرا يكفي جماعة من الرجال، قال متعجبا: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ فقالت أم معبد: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت تصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثلجة، أي لم يشوه منظره عظم بطن، ولم تزر به صعلة، أي صغر رأس، قسيم وسيم، في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، أي كثافة في شعر الحاجبين، وفي صوته صحل، أي بحة صوت، أحور أكحل، أزج، أي دقيق طرف الحاجبين، أفرن، أي معقود الحاجبين، في عنقه سطع، أي ارتفاع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلى البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نذر يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة، أي مربوع القامة، لا تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، أي تقوم الجماعة على خدمته، لا عابث ولا مفند، أي لا يكثر تخطئة محدثه. قال أبو معبد بعد أن انتهت زوجته أم معبد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم